انا عايزك بقى تاخدي اجازه حلوه كده في سهل حشيش او اي مكان هادي وتالفي لنا 3 4 نصابات حلوين. بس كده ده هنكتب لكم مسلسلات كمان. دي بقى شقيه قوي قوي زومي. طب دول ال 50 مليون بتوعي؟ دول ال 20 مليون. ليه؟ هي العمليه خلصت 40 ولا ايه؟ 40. دي بتقول لك العمليه خلصت ب 40. احنا تلامذه ولا ايه يا نيفو؟ العمليه خلصت ب 100 ودول نصيبك ال 20%. بس احنا متفقين على 50% يا عزمي. ايه يا نيفو مالك؟ الف سلامه. انت زهايمر رجالك ولا ايه يا حبيبتي؟ احنا متفقين على 20%. ما تنطقي يا اشجان، انت ساكته كده ليه؟ ايه معلش بتقولي ايه بس مش سامعه؟ ليه؟ بقول لك انت هتستهبلي ولا ايه؟ ما تردي عليه. قصدك يعني عشان الاتفاق؟ لا انا ما كنتش موجوده في الاتفاق ده. طيب يا نيفو احنا هنتكي على الله بقى عشان تعبانين جدا من السفريه، وانت الفلوس عندك بقى عديهم براحتك. مبروك عليكي. يلا بيبي. يلا بابا. يلا حبيبي. يلا على فين يا نصابين؟ تعالي هنا. نزلي ايدك. انت عارفه الليزر جاب كام؟ جرايه يا بنت ما تظبطي، ما الفلوس عندك اهي. لا يا حبيبي نصاب على نصاب ما يحفش. تتعب بلدي قوي. وبعدين انا اللي عامله الخطه بنفسي. واحنا اللي مثلنا. احنا النجوم اللي على الافيش اللي في وش المدفع. امال لو شفتي بقى خزاع وغواط كنت عملت ايه؟ وشحار. نسيت شحار يا ساتر ما تفكرنيش. نيفين خليكي قنوع. يلا حبيبتي. ماشي انت عندك حق. استنى بس استنى عليا. طب ما تخليك انت قنوع يا استاذ عزمي. يعني ليه بتضارب بفلوسك في البورصه ليه؟ ما تكتفي باللي عندك. بص شوفي عندك اهو. بورصه؟ هي البورصه؟ فرصه بتهيألي الفرصه. انت بتضارب في البورصه يا عزمي من ورايا؟ لا طبعا. تصدقي الهبل ده؟ لا مش هبل يا حبيبي. وبعدين عماد بيحكي لي كل حاجه وما بيخبيش عليا حاجه، وكله بالسيديهات والمستندات. دي امتك يا عزمي. وليه كده؟ اوعى. يا اشجان انا كنت هقولك على كل حاجه بس لما نروح. انا هطلع عينك اشجان. ايه دي اشجان؟ وفهميني، دي فلوسك ودي فلوسي. انت من طريق وانا من طريق. انا مش فاهم انت ايه اللي مزعجك اول مره دي كده. عشان دي مش اول مره تتصرف في الفلوس من ورايا يا عزمي. واللي يكذب مره كونتينيوس. وانا مستحيل اكمل حياتي مع واحد خاين وحرامي. اشجان قلت لك 100 مره انا مش حرامي. امال انت ايه؟ قصاه. اوكي خد فلوسك واطلع بره. اطلع بره فين؟ هما فكت 200. اوكي انا اللي هطلع. اوعى تعدي الخط ده. ماشي؟ اوعى. ما دي ده. لا 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 مش معقوله يا اشجان. يا اشجان اهدي بقى، اهدي واسمعيني وافهميني كويس. لا مش ههدى والموضوع انتهى ما بيننا يا عزمي. يا اشجان ما توسعيهاش. هوسعها ومش هتعرف تلمها يا عزمي. معقوله يا اشجان بتسيبيني عشان خاطر الفلوس للدرجه دي؟ بقيتي ماديه؟ مش مساله فلوس، مساله مبدا. ده بتاع إلهام شاهين. وبتاع خالد النبوي كمان، بس ما تغيرش الموضوع. طب بصي لي كده. تصدقي يا اشجان شكلك كده احلى كتير. بس بقى ما تستظرفش. طب انا عايز اسال سؤال دلوقتي، انت بتلمي هدومك ورايحه على فين؟ هتسيبي بيتك يا اشجان؟ يا حبيبتي ده بيتك ما تسيبهوش ابدا. طبعا انا عارفه ان ده بيتي ومستحيل اسيب بيتي، ومبدئيا دي مش هدومي، دي هدومك انت. عشان حضرتك تتفضل تطلع بره وورقتي تديها لي الصبح. ولا تقلق يا اشجان. يلا اطلع بره يلا.